إذا تحية حفل العشاء الانتخابي بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. إذا هذه سهرة انتخابية كما أسلفنا تواكب ظهور النتائج الأولية لاستفتاء الخامس أغسطس. شخصيات سياسية وإعلامية وممثلون عن هيئات المجتمع المدني، إذا كل هذه الشخصيات حضرت هذا الحفل الانتخابي الذي تشاهدون صوره على الهواء مباشرة. نترقب من حين لآخر من خلال الشاشة الصغيرة الاطلاع على النتائج الجزئية التي تأتي أولا بأول من مباني اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث يرابط فريق الموريتانية هناك. إذا هذه الصور كما تشاهدون عبارة عن هذا اللقاء الموسع المواكب للحظة تاريخية حاسمة من تاريخ البلاد. يتعلق الأمر بولوج فترة تاريخية مؤداها المصالحة مع الذات، مؤداها لفتة واعية وكريمة تجاه ماضي هذه الأمة، والسير بخطى واثقة في اتجاه مستقبل واعد. إذا أيها المشاهد الكرام، نعود مجددا إلى استديوهنا التحليلي المركزي على أن نعيد الاتصال بكم لاحقا. شكرا وإلى اللقاء. شكرا لزميل محمد تقي الله.